مساء الخير واهلا بيكم. اسبوع جديد وكلمة أخيرة إلى غزة ومفاوضات الساعات الأخيرة التي تقودها مصر حاليا مع مختلف الجهات لمحاولة التوصل إلى هدنة ولو مؤقتة. مصر هدفها حقن دماء الفلسطينيين، تبادل المحتجزين، تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، وقف عملية اجتياح رفح، وزيادة وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة. الوفد الأمني المصري إلى تل أبيب يواصل مفاوضاته حول إطار أشمل لوقف إطلاق النار، فيما تقول الأنباء أن معظم أعضاء الحكومة الإسرائيلية قد وافقوا على الصفقة والورقة المصرية، فيما عدا الجناح المتشدد زي وزير المالية الذي هدد باستقالة مع وزراء آخرين إذا ما تم الموافقة على إرجاء عملية رفح، واعتبرها وزير المالية استسلاما إسرائيلي. الرد الإسرائيلي تم تسليمه إلى حماس، ونحن في انتظار رد حماس كما أعلنت الحركة خلال 48 ساعة، وهي مسؤولية مهمة الآن أمام قيادات حماس للتوصل إلى هدنة يحتاجها القطاع، يحتاجها أهل غزة، تحتاجها المنطقة كلها، ليس فقط لوقف الاجتياح إلى اجتياح رفح، ولكن تهدئة. كان هناك هدفا أنه يحصل هذه التهدئة في رمضان، لم تنجح الأطراف في التوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق نار في رمضان. نحن الآن بعد 7 أشهر من قصف مستمر، القطاع أنهك 34 أكثر من 34 ألف من الفلسطينيين استشهدوا تحت نيران القصف الإسرائيلي. الآن بينما نحن نتحدث مظاهرات حاشدة في تل أبيب أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية مطالبة نتنياهو بقبول الصفقة، والتظاهرات تصل إلى بيت نتنياهو، بينما القسام منذ قليل أطلقت فيديو في عدد من المحتجزين يطالبون القيادات الإسرائيلية بقبول الصفقة، وقالوا يعني ما معناه الحقونا، أو يعني الوقت بيجري، فيطالبون القيادات الإسرائيلية بقبول الصفقة لإطلاق سراحهم. سنتابع الأخبار، نتابع آخر المستجدات حول الورقة المصرية. بلينكن أيضا يصل المنطقة خلال أيام، ونتابع أيضا في أخبارنا التظاهرات في الجامعات الأمريكية التي تشمل الآن آلاف الطلبة، وهناك عدد كبير من الطلبة يتم اعتقالهم الآن بينما نحن نتحدث. أيضا تتضمن الاعتقالات عدد من الأساتذة في عدد من الجامعات، 40 جامعة أمريكية يعني زي ما أنتم شايفين تغزوها الاحتجاجات من الطلبة مطالبين أو معترضين على سياسة أمريكا وواشنطن لدعم إسرائيل، ومطالبين بوقف الحرب. وفي النصف الثاني من حلقتنا نتكلم عن موضوع يهم الناس، التأمين الصحي. كل المصريين بيتطلعوا إلى تطبيق شامل لنظام التأمين الصحي الجديد اللي بدأ في عدد من المحافظات الآن. يعني بتستعد هيئات التأمين لتنفيذ التأمين الصحي في عدد آخر من المحافظات، خاصة المحافظات ذات الكثافة السكانية الأعلى. ما هي التحديات للمرحلة الثانية؟ وضع الأطباء، التحديات، الأجهزة، دور القطاع الخاص، كل ده هنسمعه في الفقرة الثانية. لكن قبل ما نبتدي، الحقيقة أن الأهلي أسعدنا أمس بثلاثية رائعة أمام مازيمبي الكونغولي، وبكده صعد الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي ليلقي الترجي التونسي الشهر المقبل. النهائي كله هيكون في القاهرة في استاد القاهرة. صحيح ثلاث أهداف رائعة الجمال، لكن البطل امبارح كان الجمهور. الجمهور اللي زين استاد القاهرة، الجمهور اللي من بداية الماتش كان مولع الاستاد، الجمهور اللي كان سند للفريق وداعم للفريق. الشوط الأولاني خلص بدون أهداف، والجمهور ما بطلش دقيقة واحدة،
وزاد تشجيع الجمهور مع محاولة لاعبي فريق مازيمبي استفزاز الجمهور الأهلي بعد هدف أول للفريق لغاه الحكم. راح يعني لاعبي مازيمبي راحوا للجمهور الأهلي في محاولة كبيرة للاستفزاز، ومن لحظتها والحقيقة من بداية الماتش، ولكن من لحظة كمان محاولة الاستفزاز وجمهور الأهلي ما لم يتوقف دقيقة واحدة، وكان هو البطل، كان هو البطل الحقيقي. وجون ورا جون ورا جون، الحقيقة احنا شفنا مباراة جميلة جدا، وهو ده اللي ما بنقوله لما بنهتف، يعني الأهلاوية بيقولوا ايه، جمهوره ده حماه. هو ده فعلا جمهوره ده حماه، هو دي الحقيقة. عشان كده دايما بنقول افتحوا للجمهور، وانا ما بتكلمش على الأهلي بس، افتحوا لجمهور الكرة، خلوا اللعيبة تتعود على الأداء وسط جمهور كبير، مش بس 10 أو 20 ألف. إحنا مصر، إحنا بلد الكورة، إحنا بلد جمهور الكورة، اللي الاستاد فيها استاد القاهرة رائع الجمال، اللي كان بال60 وال70 ألف والناس متشعلقة فوق أعمدة النور. إحنا بلد الكورة، إحنا بلد لازم الكورة يكون فيها جمهور، مفيش مسرح من غير جمهور، مفيش كورة من غير جمهور. تحية الجمهور الأهلي، حمى الأهلي الحقيقي، تحية لهتافاتهم اللي رجت الملعب وكانت رعب في قلب الفريق الخصم. خلونا نسمع جزء من هتافات فريق الأهلي بالأمس.